أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، هل مؤخر الصداق يمنع وقوع الطلاق؟ وما رأيكم في مؤخر الصداق في الزواجات مأجورين؟ نعم، لا بأس أن الصداق يدفع كله معجلا أو يؤجل كله أو يؤجل بعضه ويعجل بعضه، لا بأس بذلك. المهم أن يدفع الصداق للمرأة لأنه حق لها، إلا أن تسمح به سواء كان معجلا أو مؤجلا، ولا يمنع الطلاق، يطلقها، ولكن لا بد أن يدفع المهر إذا كان دخل بها، فلا بد أن يدفع لها المهر وما تبقى منه، إلا أن تسمح به. نعم.